الحقي 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 الحقي، ده جاي علينا. مساء الخير. مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا شفتكم يعني قاعدين في الندوه، ف يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا يعني. بصراحة جدا انت كلك احاسيس ومشاعر، كتلة يعني على بعض. متشكر جدا، بس هو ده المفروض يبقى العادي مش كده؟ المفروض الانسان يبقى ماشي بقلبه يعني. طب بعد اذنكم انا ثواني وجاية راجعة الفيديو. طب اتفضل. شكرا. اكيد. هو حضرتك ما بتعملش حفلات كتير ليه؟ انا لسه بقول يا هادي يعني. بس انت شاطر جدا وهتوصل بسرعه. شيخه من بقك لباب السماء، متشكر جدا. وانت بقى بتعملي ايه؟ انا كنت بشتغل مدرسه بس سبت المدرسه ودلوقتي بدور على حاجه تانية. شكلك كنت مدرسه موسيقى طبعا مش كده؟ لا لا خالص، ماث. حساب يعني؟ اخر حاجه كنت اتوقعها بصراحه، ما بانش عليك خالص. ليش معنى؟ هو ممنوع بتوع علم يحبوا الادب والشعر والفن؟ عادي طبعا، بس انا يعني عمري ما كنت شاطر في الرياضه دي ابدا. لا انا شاطره فيها قوي. طب ايه حافظه جدول الدرس؟ امتحني. 7 في 9 63. 7 في 6 42. لا ده انت شاطره بجد. ايوه طبعا، امال. لا بصراحه مش عارف ان انت قلتيه ده اصلا صح ولا غلط يعني، بس. لا لا صح صح، ما تقلقش. طب طالما ان انت مش بتشتغلي دلوقتي بتعملي ايه في حياتك؟ زي ما انت شايف شايله الكاميرا بتاعتي اهو، وقاعدة بلف دي هوايتي، بس بدور دلوقتي على مدرسة تانية، بس انا بحب الاطفال جدا. حلو جدا، يعني قاعد مع فنانة برضه. يعني مش قوي، وبعدين فنانة ايه يعني قدام حضرتك؟ حضرتي ايه يا شيخة بس، كتر خيرك، شكرا جدا. طيب وانت بتشتغل حاجة تانية غير الفن؟ بصي هو يعني ما ينفعش نقول ان الفن شغلانة، الفن هواية، الفن المفروض يطلع من القلب، الفن المفروض ما يرتبطش بالمادة. لما ده بيحصل الفن بيتشوه، ما بيطلعش حقيقي. فلا انا بشتغل في شركه طرمبات. طرمبات؟ طرمبات الميه اللي هي اللي بتروي زرع وناس وكده. الله. طب تسمح لي اصورك؟ تصوريني انا؟ انا اتشرف يا شيخ. دلوقتي يعني؟ دلوقتي. طيب اوكي. يلا. مش متعود حد يصورني بس اوكي. ايه رايك؟ ايه ده؟ لا دي حلوه بجد. الله، ايه ده؟ يعني مش عارف، ما كنتش فاكر ان في حد ممكن يصورني صوره حلوه كده. يعني اكيد بتجاملني شويه. لا بجد، انا دي احلى صوره في حياتي مثلا. يمكن عشان ما فيش حد صورني يعني كانت حلوه كده. بص انا هقول لك حاجه بصراحه وانت يمكن ما تصدقنيش، بس انا شفتك واحنا في الندوه كنت عارف ان انا هشوفك تاني، قلت حتى لو صدفه هيحصل، بس ما كنتش فاكر ان الصدفه هتبقى سريعه كده، ما كنتش فاكر ان انا هخرج الاقيكي. الحمد لله، قصدي النصيب. النصيب. طيب بصي انا كنت قاعد كده في الندوه وعينيا جت في عينيكي كذا مره، خدتي بالك؟ سرحت شويه وجي في دماغي كلمتين كده، ممكن اديهم لك؟ كتبتهم دلوقتي؟ يعني وانا في الندوة، فبقريهم وقولي رأيك، اوكي؟ بعد إذنك. اتفضل. باي. باي.